الضيف الثالث حاول ربطه باتصال لمغاربة العالم والمغاربة المقيمين بالمهجر تهات وأنشطة في العمل الجمعوي تساهم بطريقة أو بأخرى في تنمية مناطق متعددة في المغرب وخلق شراكة مع جمعيات أخرى إما خارج أرض الوطن أو داخله. معنا اليوم مؤسس ورئيس جمعية بني عمير للاندماج الثقافي والرياضي بإيطاليا عاملة بيرغامو السي عبد الله السراوي، هو فاعل جمعوي وناشط ساهم في مبادرات إنسانية ودعم أنشطة رياضية، وكذلك التفت إلى وطنه ومسقط رأسه ليشق طريق الخير ويدخل الفرح والبهجة على الفئات الهشة والمعوزة، وذلك عن طريق جمع تبرعات وإرسالها للمغرب. شفت أنايا ليكوش، شفت أدوية، شفت بعض الملابس الرياضية، واحد العدد كثير من الأنشطة والمساهمات اللي ساهم بها السي عبد الله السراوي. السلام عليكم، مرحبا بك أهلا وسهلا، سي عبد الله. تشوفني؟ مرحبا، تنشوفك وكنسمعك مزيان، ونهار كبير هذا. حفظك الله ورعاك، حفظك الله مرحبا ورعاك. مرحبا بك سي عبد الله، مرحبا بك، راك بين أهلك وذويك والأصدقاء ديالك ولاد البلاد. تشكر كثيرا، أشكرك كثير، شكرا على هذه المبادرة اللي قمتي بها. أولا قبل ساعة التعارف، زعما حنا تعرفنا وعرفتينا بزاف الاخوان ديال البراديه اللي نسيناهم منذ زمان حنا في بلاد المهجر. واشكرك جيت واشكر كل الاخوان كاملين ديال عفوا الجروب، واشكر الاخوان ديال البراديه الفقيه بن صالح، كاع الاخوان ديال عماله الفقيه بن صالح، كبير وصغير. نعم سي عبد الله، بغيناك تكلم لينا. احنا اليوم عيطنا لك باش نستافدوا من التجربه ديالكم. تبارك الله، انا دخلت مرحبا. الفيسبوك ديالك وشفت الانشطه اللي كديروا وشفت المساهمات والمبادرات ديالك خصوصا، وبغيتك تكلم ليا على جمعيه بني عمير بيرغامو. امتى تاسست وكيف جاتكم الفكره باش اسستوها؟ اوكي. انا مسافر من قبل، انا ما كنت في جمعيه في اواخر السبعينات في الشبيبه الاستقلاليه، حزب الوطني الديمقراطي، الكشاف المغربي، وكانت عندي تجربه. انا جيت تندرس هنا، درست السينما الى اخره. في التسعين كانت هنا عندنا وداديات حيدو عنده جمعيات، بداو جمعيات، وقلت انا اش ما نديرش انا جمعيه، بان اكثريه انا ديال بني عمير اللي في لا ريجيون ديال لومبارديا، رجعت تشحكي ساعه من عماله، قلت علاش انا ما ناسس انا شي جمعيه، وكولاد عمير بني عمير تتمثل 75% القاطنين من العمير اللي هنا كاين في رجل لومبارديا، علاش ما ناسس جمعيه. وتلاقينا مع اخوان واسسنا جمعيه وبدينا في العمل ديالنا. والجمعيه هي للاندماج، للاندماج الثقافي والاجتماعي والرياضي. باش بدينا، فاش بدينا الجمعيه، بديناها بافتتاح ديال الجمعيه ديالنا، درنا جبنا انشطه، تلاقيت مع العمده ديال المدينه فين ساكن انايا، قلت له مع واحد الجمعيه اخرى، ودرنا واحد النشاط واعر، كان القائد العمده كان حاضر بنفسه، وجا السيد القنصل، فهمت، درنا افتتاح ديال الجمعيه ديالنا، قلنا وعاونونا سدوا الزناقي، جبنا الرما، حلويات، عطاو برينا من داكشي ديالنا، الاكل ديالنا والشرب ديالنا، ثقافتنا ورينا. شفت شي حوايج يا سيدي عبد الله، شفتهم في الفيسبوك من تعليم اللغة العربية، وشفت الأطفال تغنيوا النشيد الوطني. ممكن تتكلم لنا على هذه اي نعم. انا فاست تفتح الجمعيه ديالك، تتشارك انا راك ذاك القانون الاساسي تعطيه العمل اسمه البلديات في منطقه ولا اي بلديه بغيتي، تطلبهم على مدرسه، تعطيك مثلا مدرسه في القري، يعطيك تيران الكره، ويعطيك قاع الجماعات، يعطينا كل شيء، مقر ديالنا راه تيعطيوه لنا. بدينا باللغه العربيه، انا عندنا جوج مدارس اللغه العربيه، بس نعلموا الابناء ديالنا ديال الجاليه لغتنا، لغه الام ديالنا، والحمد لله تعلموا الكتابه والقراءه فهمت، وتنعلموا باش ما نساوش النشيد الوطني ديالنا، النشيد الوطني فعلا ديالنا تيتعلموه، معلمين احسن منا كاع، راه معلمينه كان والله ما معلم، انا ولدي صغير هو شفتهم
شفتهم في هذاك الفيديو تيغنيو النشيد الوطني؟ واه عجيب. درت انا وطني، عارف القران، الكتابه، عارف القراءه، عارفين، وتيرجع الفضل لينا احنا اللي تنصهروا على شيء. انا ماشي من السهل اسي هشام باش تكون عندك جمعيه، وماشي من السهل بس دو كيدي بس تقود جمعيه، ان تكون مسؤوليه. انا في الجمعيه خاصني نقوم بالمسؤوليه ديالي امام الله، بان ديك المسؤوليه ديالي تنأديها بس متحاسب عليها غدا قدام الله سبحانه وتعالى. في كل ما يدي، فعلا ما يخص الثقافه، الرياضه، ما يخص حتى الخير اللي ترسلوا للمغرب، كاين ناس تساعدوك تعطيك اي حاجه هنا، اي حاجه تعطوها لك. ولكن حنا تنتعامل مع، حنا كجمعيه تنتعاملوا مع اكثر من 240 جمعيه، وديك الجمعيه اي حاجه بغيتيها تعطوها لك او تتمشي تعطوها لك، ولكن خاصك تقلب انت، خاصك ما تزقاش، خاصك تحرك. فعلا ايوا كمل ماتك. فعلا ساهمتوا انا من خلال الانشطه ديالكم، لان بحثت في الموقع ديالكم ولقيتكم باللي راكم ساهمتوا بمجموعه ديال ليكوش، مجموعه ديال الخروق بالنسبه للناس الكبار، ادويه ديال التبول اللا ارادي، الانسولين، بعض الملابس الرياضيه. ممكن تكلمنا على هذه؟ 2017 انا كنت جالس بحدي بحالكم، وانا نفكر لاش ما نقولش الجمعيات يجمعوا لنا شي حاجه نديوها للبلاد، البلاد محتاجه. درت اجتماع مع رؤساء الجمعيات، وكان حتى النائبه ديال العمده وداك الشيء، قلت لها غادي لمولينا وراسي ناس، كاين ناس محتاجين، كما كاين ناس محتاجه في ايطاليا، راه الناس كاين محتاجه حتى في المغرب، راه كاين فقر في العالم كامل. نعم قلت لك ما كاين حتى مشكل، لموا لينا مليون فارغونس، وكان بغا يديروا ليا كونتينر، ولكن اول تجربه تجيك صعيبه، ما انت ما عارف ما والوك باش دير المغرب ما عارف. المهم لموا فعلا لينا وعطاونا باش رسلنا في الفارغونات. نعم 2017 2017 دات دينا الفقيه بن صالح، حسب ماه المرباع، ولاد حياه، القرين، بن واخا خلدون، الخيريه، جمعيه ديال اليتيم، جمعيه ديال الامهات المتخلي عندهم، ولاد علي. انا استفدت منه 1200 واحد اللي استفدت منه، والله تبكيت. كنا دينا الخيريه لدار الطالب والطالبه، انا بكيت تقول لك واحد هذاك راه هرب عليه باه وخلاه هذا، تتعاونهم تتساعد ما امكن. وحنا كجمعيه حنا ما تنأديو المسؤوليه ديالنا، نعم وتنحاولوا نعاونوا ما امكن. ما امكن واش تيف تعطانا، حنا ما دخلتوا تيف تعطانا فابور، علاش حنا من 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 قلبون في تورس، راه الناس كاينه محتاجه. نعم هذا هو القضيه. اخر مساهمه ديالكم السي عبد الله كانت واحد كانت في هذا الاسبوع، هذا في هذه الايام اللي دازت، ديال ربما شي ماكينه ديال الاكسجين لشي سيده ربما بعد محتاجه ما بعد ما ارسلت دوك الخروق بانني اي عمل تنديرو تنوريه بس لنا. نعم ربما تنوض نفس الاخرين تا هما يصيفطوا ويرسلوا واسمهم. فرسلت هذاك الخروق، جوني بزاف ديال المكالمات، جات وحده تتبكي قالت لك مي راه مريضه بزاف، راه ما تتنفس، راه خاصها ديك لا ماشين ديال الاكسجين. انا ما عارف، قلت ان شاء الله اكوني هانيه. انا الغد ضربت واحد السيده قلت لي غنشريها انا، فشريتها قلت لك لا ما بغيتش هذيك، بغيت ديك القرعه اللي تتجيب الاكسجين، بان ملي تتنفس الماشين اللي تدير الاكسجين. قلت لواحد السيده قلت لك ودي غنعاون، تتقلب راه باقي تتقلب. انا درت ان ابيل للجمعيات، صديق ديالي قال لي واخا، جمعية قلت لي قلبي إيطاليا، كنعطيك. نعم جمعية إيطاليا اتصلت بجمعية إيطاليا. اتصلت بجمعية ايطاليا، واسمع، نعم اتصل بجمعية ايطاليا قالك ودي راه غالية هنا، نعاونوك ب 300 يورو في ريال. وقالت لي ودي راه تدير مليون و40 الف ريال في المغرب، من الادوية في المغرب ياك غالية، باش هما يتيقنوا مني انا واش هذاك الشيء فغي. قالك ودي ارسل لينا فوتو لاكارت ديالها والنمرة التليفون ديال بنتها اللي تدير. انا ارسلتهم ليها، اوكي ارسلتهم ليها. تخيل السيد اليوم ضرب السيد، قلت له
قلت له عند راه داك الشيء واش كاين شي واش كاين شي نوفيتا ولا كاين شي حاجه على ديك الماشين؟ قال لكم دير ورا عيطوا عليها باش تاخذها في كازا. عيط معك على الوقت. السيده انا اليوم، عيط على السيده اليوم قلت لها عند راه واش عيطوا عليه؟ قالت لي هو راه عيط عليا واحد رئيس ديال الجمعيه وقال لي جي ديها ولكن رجعها. قلت لي ولا غتديها انت غتبقى عند امك حتى يا ريت الارض من عليها تتصلي بي اعطيها. ولكن ما احنا ما قلتش سبق غادي لا يسبق راه غادي ما عرفتش كيف يسبق فعلا اللي توتير غتمشي هاد وعقب طلعت مع رائد الجمعيه قال لي غتاخذ الى ابد حتى ما تاخذها تبقاش هو محتاجه ليها. فعلا. دابا اليوم راه غتمشي غدا هاد السيمانه هذه ان شاء الله تيريها غادي خدا ولا تبارك تيريها الله ان شاء الله في تبارك الله. ايوا جميل جدا تبارك الله عليك. ها المبادرات هذه هي المبادرات على شنو قلبه سي عبد الله. لا 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 ولكن شوف راه كاين ولكن انا ما تلقاش مع نخدم احنا جوج ولا ثلاثه تنخدموا وبالتالي انا بوحدي تنخدم فهمت لحقاش انا كرئيس جمعيه خاصني نكون خاصني نضبط داكش نكون مسؤول على نعم قدام الله سبحانه وتعالى. انا ماشي رئيس جمعيه ولا كاتب ولا عضو في الجمعيه ولا لا كنتي عضو في الجمعيه راه ضروري خاصك تأدي الواجب ديالك تبطل من ما تقدرش غادي تقدر وتيكونوا اربعه انشطه ولا خمسه الانشطه في العام خاصك تحضر ليهم ضروري تحضر ليهم. انا عضو في الجمعيه خاصني ضروري نحضر ولا انا غاعرض عليا ولد خالتي ولا ما ديك سكتوا واحد راه تهرجت راه هذا هو خاصني نأدي الواجب فعلا. ديالنا بصرامه. واحد السؤال سي عبد الله، واش كاينه دايرين شي شراكه انتم كجمعيه بني عمير بيرغامو للمغاربه، واش دايرين شي شراكه مع جمعيات ايطاليا؟ بشير دايرين شراكه احنا راه 142 جمعيه مشاركين معاها. تنديروا مثلا حفل الشعوب. حفل الشعوب أيه. انا كاينين بان كاينين السنغال باكستان الهنود كاين كل تديروا كل واحد تيجيب الماكله ديالو باش يوريها للايطاليين وكل واحد تيجيب الموسيقى ديالو. درتي فيسبوك والله واش واحد الطاره ولا تنجيبوا الرماه ولا تنجيبوا شي حاجه ثانيه ضروري خاصك تجيب الموسيقى ديالك خاصك تجيب داكشي ديالك التراث ديالك خاصك تجيبيه. كان تنجيبوا الحنه تنجيبوا بزاف الحوايج اتاي الى اخره. وهذا حفل الشعوب الماكله وكل شيء تتاخر وتنديروا حفل ديال الجمعيات ديال مثلا ديال لا بروفانس ديال بيرغامو كامله حفل ديال الجمعيات. تنديروا مثلا ليله بيضاء فهمت وتشاركوا نعم معاهم حتى وتنديروا افطار جماعي إفطار جماعي في تشاركوا مع رمضان. الافطار جماعي ممتاز ممتاز جميل جدا. دائما راه تيحضروا الناس كثار تنتمحن صاحبينا تنتمحن. لا تبارك الله عليك، هذا هو الانفتاح المطلوب، هذا هو الانفتاح المطلوب باش نكسبوا دوك الناس ويخدموا معنا. تبارك الله عليك. اي وتحنا تشاركوا معاهم في اعمال ديالهم في دينيه وطنيه. نعم تشاركوا معاهم فداك النوال اسمو كاع الجمعيات يديروا قهوه يديروا ماكلات تيديروا حنا تنمشيو تنديروا كسكسو حتى كجمعيات تنديروا اتاي وتنشاركوا معاهم يعني تشاركوا الحفلات ديالنا وتشاركوا معاهم حنا الحفلات ديالهم تشاركوا معنا حتى في الاعياد مثلا عيد الفطر تيشاركوا معنا. تبارك الله مبروك برافو برافو تيشاركوا معنا جميل. لا لا تيشاركوا معنا ولكن حنا تنوريو ليهم شكون حنا. نعم حنا تنخدموا. انا مثلا الايطاليان ما تيكونش شي ما تيكون ولا تسناو عبد الله تيجي ولا شي حاجه تيكون معنا وداك الشيء وربما تياخذوا بافكاري تانا واش ما فهمت. تبارك الله تبارك الله. شوف هو القضيه سي هادشي يا سيدي عبد الله هادشي علاش انا اتصلت بك واصريت انك تشارك معنا باش نستافدوا من التجربه ديالك سي عبد الله اللي غنيه جدا، وهذا هو المطلوب من الجاليه المغربيه انهم ينفتحوا على الاخر انهم يفتحوا مساجدهم يفتحوا بيبانهم للايطاليين الاسبانيين الفرنسيين باش تعرفوا الثقافه ديالنا وتعرفوا بان الناس. واحد السؤال السي عبد الله، واش كتظن بان الجاليه المغربيه ممكن انها تساهم في مناطق في المغرب مثلا؟ فهمتني نعم. مثلا يعني مؤخرا كاين معايا شي جمعيات من تونات وفاس انا اعطيتهم نظر دي شوف عطيتهم امتي عطيتهم حوايج وداهم شاركوا بهم حتى هما لهي تنتعاونوا. نعم يعني تنتعاونوا كاين اللي تيدي فاس كاين اللي تيدي كازا كاين اللي تيدي وانا ناس يديو ما كيقلال صغار تيدي مره تيحبس انا ناس تعيا
ما عندهاش الوقت، ما عندهاش شنو تتعلم. لا انا ما انا ما تنفرانيش، حتى انت مضايق غادي نبغوا، ما خصني ما نفرانيش. لا الا فرانيت غنبقى واقف، خصني ما تبارك نفرانيش. الله عليك، تبارك الله عليك سي عبد حطك الله. الله وراحك. ونتمنى من الله انه يدوم هذا العمل هذا وهذا الدعم هذا وما يتوقفش. وفقكم الله لفعل الخير، شكرا والله لن يضيع اجركم. شكرا وشكرا على تفهمكم لما تعيشه الفئات المعوزه والهشه في المغرب وفي المنطقه ديال بني عمير. شكرا. واحد الكلمه اخيره من عندك السي عبد الله للجاليه المغربيه، واحد نصائح للاخوان اللي متابعين معنا. أخي أنا نقول أي واحد، لأي واحد دخل الجمعية أو أن جروب باش يعاون، أولا وقلبت خاص يكون الصبر، الصبر أو قبل كل شيء يكون الاحترام. إذا كان يس الاحترام راه كاين كل شيء. وثالثا المواعيد، إذا درت أنا موعد خاص نحضر، درت ماشي دابا أنا خاص نمشي نلعب. انا لا درت ان جروب ماشي تلعب فيه، درت جمعيه انا مش خاصني نلعب فيها، خاصني نكون صارم في اوقاتي، صارم في عملي، في كل شيء باش قادر تمشي او نافون. الا كان داك الشيء تخبو الواحد تمشي، داك الشيء ما تمشيش قدام. الصبر، الانسجام، والاحترام. انا سي هشام خاصني نحترمه، نحترم الاراء ديالو، نحترم الافكار ديالو، نحترم اي حاجه قال خاصني نحترم. مثلا نقول لك مثلا احنا مثلا تنديروا شي نشاط، حفل الشعوب ولا حفل الجمعيات ولا ليله بيضاء ولا شي حاجه، باش دير تنديروا اجتماع الاخطاء اللي ترتكبوا، وداك النشاط راه ناجح. ولكن خاصه راه كاين اخطاء، تمشيو تيكونوا الناس بزاف، تيبقاو خمسه ولا سته هما اللي تصلحوا الاخطاء ديالنا. الا بقينا كنا كل واحد تعطي رايك كل واحد تعطي رايك، تيبقاو هذوك الناس هما اللي تيقول لنا الاخطاء ديالنا. يا شوف نشاط، درنا نشاط وقت اجتماعات بكل شيء، راه درناه راه ناجح، ولكن الاخطاء تتكون دائما راه ناجح. راه كاين دي زيرو، وديك زيرو خاصه ما نعاودوهاش مره اخرى. نعم راه تيكون اخطاء ما تتعاودش. فعلا، استفادة من الأخطاء ديال اه دائما دائما ستيشن دائما. تبارك الله عليك. قبل لا نودعوك، نقدم واحد التعزية من حدك حاضر معنا لواحد السيدة. عند فقدان عزيز أو موت الأحباب يعجز اللسان عن الكلام، ولكنه اليقين الذي لا بد منه، وأفضل ما نقوله هو إنا لله وإنا إليه راجعون. بقلوب ملأها الرضا والحزن، ودع سكان الخيب صالح الممرضة التي انتقلت إلى جوار ربها، إلى الرفيق الأعلى الممرضة والإنسانة الطيبة حفيظة العوينة التي كانت دائما تمد يد المساعدة للمحتاجين، وكانت تساهم في أعمال الخير في منطقة خيب صالح وبني عمير. كانت حفيظة العوينة ممرضة بالدار البيضاء، لكنها لم تبخل على أبناء منطقتها بالمساعدة والعون، فكان رحيلها صدمة وفاجعة وخسارة للجميع. فاللهم ألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وتغمد الله الفقيدة برحمته وأسكنها فسيح جنته، إنا لله وإنا إليه راجعون. سي عبد الله، ممكن تقول لنا على المرحومة حفيظة العوينة؟ اخي حافظ العوينه الله يرحمها، كنت نتعامل معها، انا كنت ارسل لها ادويه تتفرغ. حافظ العوينه هي ما مشاركتها في الجمعيه، ما عندها تجمعيه، هي العمل ديالو عمل الخير. راه قالوا لي مشات حتى للبراديه، راه شي واحد كان عمى ولا شي حاجه وخطنا تولدوا وشفت اطباء ولا الترفيه، كانت تدور تلقيات شي مصفصفات، تجيب لك تجيب ادويه متسع ماديا بوقتها. هضرت مع بنتها، قالت لي يا بنتها مات واحد الموتة لا اله الا الله وصافي، موتة زوينه وحضر يا البشر حضر الى اخره. هي قالت لي يا بنتها، قالت لها تعيط لها شي واحد التليفون تجوب، تقول لها بنتها بارك انت، تقول لها هذوك راه محتاجين ليا، ما عيطوا عليا الا راهم محتاجين، خاصني ما نبخلش عليهم في التليفون. انا السيده لا مثيل لها، والله يرحمها، والله يوسع على القبور، الله يجاورها بالنبيين آمين. والصديقين والشهداء. آمين. آمين آمين وانا اشكركم جد الشكر، وسي هشام نبقاو على فضلك اتصال، ممكن فضلك نتعاونوا ونتساعدوا الى اخره. ما احنا نرى كل شيء سهل هنا، لا عندكم لا عندنا، راه كل شيء سهل. الناس محتاجه ابدله رياضيه، محتاجه الكراسي، محتاجه الاكواز، محتاجه كل شيء، محتاجه ليه فعلا. خاص نعاونوا. الله يخليك سيتي، أصعب ابان الا بغيتي شي حاجه سيتي بون سا فولونتي، الا عزمتي وخدمتي وتوكلتي على الله راه توصل. راه كل شيء سهل فعلا. في الحياه الا تربيه العقل، ونجمعوا ونعاونوا ونكونوا ايد في ايد. الله يخليكم.
يا الجروب يا ديال كل شيء. طب الله يخليكم، الاحترام وتكون الشفافيه، الشفافيه خاصها تكون. ومثلا احنا كجمعيه ديالنا احنا بعيد بعيدين كل بعد على السياسه وعلى الدين، انشطه موازيه، انشطه اجتماعيه ثقافيه رياضيه فعلا لا غير. فعلا سي عبد الله، كان شرف كبير لي انني استضفك اليوم واستفدت من التجربه وشرف ديالك. لي انا، شرف لي تبارك انا. الله عليك، تبارك الله ونقول لك عليك. شي هشام، انا نعم قلت واحد القضيه والله نعم العلي العظيم، راه شحال واحد 70 دير لايك انا ما تنبغيش. قلت لي انا ما انا ما تكون معك مثلا، احنا عندنا نهار الاربع لايف خصيصا على العوينه ان شاء الله يرحمها. اي لا حفيد على وين هذا راك. عندنا احنا لايف كاع ديك اللايفات، وشويه مثلا قد نخطا، قلت شي كلمه خايبان، قد نقول شي حاجه ولكن ما قلتش. لا لا بمستوى، تبارك الله. لا الله يهدي، الله يهدي، تبارك الله عليك. الله يحفظك. وسمع سي سنهاجي، وعلى مو شي بالله، على سي مصطفى سميحي، تبارك وعلى الله عليك. الاخوان كلهم ديال البراديه، راه البراديه راه اصدقاء ديالي، المربع البراديه كلهم، تسلم كاع الاخوه اللي تيشوفوا فينا. وشكرا لكم على حسن الضيافه لي انا، وهذا شرف لي، حتى انا شرفتوني، حتى انا راه انا شرفتكم. وخاص شي حاجه انا راه الاشاره تبارك الله عليك. هذا نخدموا جميع، نخدموا جميع، خدموا جميع، خدموا جميع. وهذا خدموا جميع ان شاء الله بحال الله. تبارك الله عليك سي عبد الله، اسيدي حفظك الله ورعاكم. تشكر الله كثيرا، يخليك، تشكر الله كثيرا، تشكر يخليك لينا. كثيرا، تشكر كثيرا. كان معنا السي عبد الله سراوي، فاعل جمعوي وناشط ومؤسس ورئيس جمعية بني عمير للاندماج الثقافي والرياضي بإيطاليا. وأنا باقي تنقلب لكم، باقي نبقى نبحث ونجبد لكم. وهذو هما الرجال، وهذو هما الناس اللي خصنا نفتخروا بهم، وهذو هما الناس اللي خصنا نكرموهم. فاش يجيو للمغرب نكرموهم ونستقبلوهم. وهذو هما الناس اللي كيخدموا الوطن ديالهم وتيخدموا المناطق ديالهم. غادي نحاولوا دابا نربطوا الاتصال بالضيف.